في الاول هم قعدوا يكلموا الناس عايزين فديه وعايزين فلوس، ده طبعا كان هزار بيهزروه في الاول، والاخر قالوا لي احنا مش عايزين فلوس، احنا هنخلص عليك، احنا عايزينك انت، هنقطعك حتت، اقسم بالله اقسم بالله. لحد ما المستشار محمد، في واحد صديقي هنا اسمه محمد اشتغل في جامعه شبان المسلمين، كلمني فقلت له اتصرف، فقال لي انا هودي تليفون للمستشار احمد فضل. خد التليفون بتاعه محمد اهو وراح اداه للمستشار. هي جمله اللي انا اسمع، الولد خطف التليفون، جمله سمعتها بصوت عالي كان صوت المستشار بيقول له الامر وصل لوزير الداخليه والواقعه بتاع اختطاف الاستاذ رضا متصوره، وانا بحملكم المسؤوليه وصوركم معروفه ومش هسيبكم. اتنين وبعدين جه اتنين وبعدين جه اتنين، انا شفت سته يعني. انت رايح فين؟ خد يالا ايه انتوا احنا شرطه، شرطه ايه؟ ولين الكارنيه، انا المخرج رضا رمزي، قاموا ضاربني. ايه حسيت ان هي إيه عمليه خطف زي اللي بنشوفها عاديه بتحصل في كل حته يعني على مرأة او مسمع الجميع. فبصراحه بصيت على في الواجهه لقيت الباب بتاع الجمعيه مفتوح، وكان في بعض الناس من الفرقه هنا في المصنع. فجريت استنجد باللي هناك، والجزء ده بقى مش هحكيه عشان اللي بيزايدوا على الواقعه ويحاولوا يدخلوها في حوارات تانية، ده من فضل ربنا. انا شخصيا ما كنتش اعرف ان الكاميرات دي لسه اشتغلت كمان. باقي الواقعه حضراتكم شفتوها، والحمد لله يعني ان هي اتسجلت زي ما انتم شفتوها بكاميرات المراقبه. وخدوني ومشيت، انا رجلي فيها عمليه قديمه 13 مسمار، فانا لما وقعت رجلي اصطدمت بالتل توار، فكل انا كنت شبه في غيبوبه، اقول رجلي اتكسرت، مفيش حاجه، ناس بتضرب وخلاص. وخدوني على موتوسيكل وخدوني في رحلة بقى طويلة، يعني بشكل أو بآخر لا يستطيع الوقت سردها كاملة. إنما الاختطاف زي ما بعض المواقع بتقوله دي مشاكل شخصية، مفيش مشاكل شخصية، أنا حد مسلم جدا، أنا حد ماليش شغلانة في حياتي غير إن أنا مخرج وسيناريست وفنان، ما بعملش حاجة في حياتي غير إن أنا بكتب أو بخرج أو بممثل.